أصدقائي في فيديو جديد. اليوم سوف أشرح لكم كيف تقومون بإرسال ملفات من الهاتف إلى الحاسوب بدون نزع الميموري كارد، فقط باستخدام هذا التطبيق. هو تطبيق مجاني يوجد على البلاي ستور. عند الدخول للبرنامج هذه هي واجهته. نقوم بالضغط فوق علامة الزائد هنا، ثم نقوم بالضغط على كونتاكت بي سي، والآن نقوم بالدخول إلى هذا الموقع. ندخل إلى هذا الموقع من عن طريق الحاسوب. يجب أن نكون متصلين في نفس الروتر، الحاسوب والهاتف. التطبيق يوجد على هواتف أندرويد وآيوس. الآن نقوم بالضغط على سكان في الهاتف، ونقوم بتمرير كاميرا الهاتف إلى هذا الكود. الآن لقد دخلنا إلى الهاتف. نقوم بالضغط على هذا الملف هنا، ثم نختار هنا الهاتف، وهنا الكارب. حينما نريد الدخول للصور مثلا، نضغط إلى دي سي ام هذا، ثم كاميرا، وهنا تجد الفيديوهات والصور التي قمت بالتقاطها. فقط عند التحميل، عندما تريد رفع على الحاسوب، تضغط فوق الصورة أو الفيديو، ثم نضغط هنا فوق هذا الأيقونة الخضراء هكذا. والآن قد قمنا بتحميلها على الحاسوب كما ترون. هذه هي الصورة، طقستها للشمس. كان هذا هو شرح اليوم، أتمنى أن يعجبكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم.